السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. نبدأ من الفقرة الأولى، المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا الكرام. نبدأ من أول فقرة لدينا ومن أول خبر، حيث ناشد نازحون من أبناء ناحية جرف الصخر شمالية محافظة بابل والذين يقيمون في مخيمات عمرية الفلوجة، ناشدوا لانتشالهم من الوضع المأساوي الذي يعيشونه في ظل العواصف الترابية التي تشهدها البلاد والتي تسببت بحالات اختناق عديدة بين صفوفهم، لا سيما الأطفال وكبار السن، بعد 9 سنوات من الإهمال الحكومي وعدم الاكتراث لمعاناتهم. لنستمع لصوتهم في برنامج صوتكم الذي لطالما كان فيه مساحة لهذه الشرائح المهمشة، قبل الانتقال لاستعراض بعض من التعليقات. نحن نازحين جرف الصخر، نناشد كل من يهمه الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. نبدأ من الفقرة الأولى، المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا الكرام. ناشد النازحون من أبناء ناحية جرف الصخر شمالية محافظة بابل والذين يقيمون في مخيمات عمرية الفلوجة، ناشدوا لانتشالهم من الوضع المأساوي الذي يعيشونه في ظل العواصف الترابية التي تشهدها البلاد والتي تسببت بحالات اختناق عديدة بين صفوفهم، لا سيما الأطفال وكبار السن، بعد 9 سنوات من الإهمال الحكومي وعدم الاكتراث لمعاناتهم. لنستمع الآن لصوتهم في برنامج صوتكم الذي لطالما كان فيه مساحة لهذه الشريحة المهمشة، قبل أن ننتقل لاستعراض التعليقات. نحن نازحين جرف الصخر، نناشد كل من يهمه الأمر ينظر لدى هاي الخيام. اليوم صار لنا يوم شهر من هاي الموجة الترابية، عدتهم علم بها. نحن نناشد كل من يهمه الأمر، وإنه كله إنسان شريف ينظر لهذه العوائل بحالة ماسية، يشوفون صورتها أما يرجعون لمنطقتنا، أما يشوفون بيوت واضيعة وينظرون لهذه الأطفال. عندنا ناس من سن كبار العمر، وعندنا أطفال، عندنا يعني حالات وصلت لحالة خطرة، وهاي لحد الآن هسه عندنا من 25 حالة هسه بالمستشفى لحد الآن. ترد دم دم صار 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 شهر، ما حد جي علينا ولا حد طبنا، وهذا ما يقاطعنا علينا هنا بالكدينة ما يرش جوه. والله صار شهر لا لنا ليل ولا نهار لنا نهار، والجهال موته، الشياب عندنا اختنقت والرب صعد عليهم هذا التراب، وعم يشوفونا حد. كل يومية ما تجونا، لا تشوفونا لا شيء، احنا الجهال هواي، ما تشوفونا، تعالوا شوفونا. متلوثين كلام كلب، بس تعالوا شوفونا تعالوا. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أول تعليق لدينا من عبد الرحمن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمكم وعلى من هجركم. لدينا تعليق من حارث يقول: الله أكبر، هاي صار لنا 9 سنين وما حد يرجعنا، وين الدولة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تعليق من أبو عبد الله يقول: اللهم ارحمهم واحفظهم وهون عليهم مصاعب الحياة في الصحراء الغربية التي لا ترحم العواصف فيها، الخيام المهترئة
ولا الأطفال ولا الشيوخ ولا نساء الأرامل واللواتي يعانين الأمرين في هذه الخيم، اللهم هون عليهم. لدينا تعليق من جاسم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. لننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الفقرة، وهو ملف المعتقلين. المعتقلون في العراق شريحة مهمشة أخرى تعاني الظلم والتعذيب بعد أن زج غالبيتهم بتهم كيدية في السجون، فضلا عن انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب بحسب أغلب المنظمات الحقوقية. المعتقل حسام عبد مظلوم هو واحد من عشرات الآلاف ممن زج بهم بالسجون الحكومية بعد إجبارهم على اعترافات بالقوة وبالتعذيب. هذا المعتقل الذي ستشاهدونه بعد قليل سجل هذا المقطع وهو يبكي بعد أن حكمه القاضي ب15 سنة ظلما كما يقول. دعونا نستمع لما يقوله قبل استعراض التعليقات. أنا حسام عبد المظلوم، تعرضت إلى تعذيب، أنا موقوف هسه حاليا وجرى علي ظلم، وضابط صاومني اسمه نقيب بسام مكافحة إجرام الدورة، والباحث حكمته 15 سنة والله باطلة وظلم، وماكو دليل ضدي ولا أحد داني. أناشد مصطفى الكاظم، وأناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم، وأناشد السيد مقتدي، وأناشد كل شهري من الدولة بس ينصبني، وحط لي دعوتين قتل وبصرنا عليهم كورات من فلوس هذا الضابط، والله بحق هذا الله ما عندي أعطي فلوس، ظلمني والله، باحث حكمته 15 سنة ظلم. عندي كوم أدلة، بعد عندي دعوة قتل، والله ظلمني فيها، أنا نايم بالبيت وجابني يدق علي، يريد مني فلوس ما عندي طيته، أنا أجد كالشريف بس ينصفني. أنا اسمي حسام عبد المظلوم، منتسب بالطاقة، أنا أجد كالشريف بس ينصفني، أحمل واديكم بس ينصفون، عندي كوم أدلة، وعندي تقرير طبي، أنا متعرض لها تعذيب. أنا أجد محمد الحلبوز، اي شريف بالدوله يسمع صوتي، اي شريف يسمع صوتي بس يوصل صوتي، انا مظلوم، حكمت 15 سنه والله ظلوم، حتى دعوه ما عندي احد مشتكي علي، وعندي بعد دعوه والله جاب لي شهودي وحطوهم قوه علي. دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشان هذا المقطع. حياة تقول: آلاف الناس مظلومين تحت التعذيب، ناس راحت إعدام بسبب القضاء الفاسد. لدينا تعليق من نوري يقول: ولا واحد راح يسمع صوتك لأن ماكو واحد شريف بالدولة. ضمن التعليقات لدينا من حمزة يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، القاضي وين يروح من الله يوم القيامة؟ خليك طاغي، الحياة خلصانة، وخلي فلوسك اللي قاعد تجمعهن على حساب الأبرياء تنفعك. لدينا تعليق من أحمد يقول: هذا مثل المنتسب اللي طلعوه كشف دلالة كاتل مرته وطلعت مرته منهزمة، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا أول اتصال أبو عبد الله من محافظة صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سادي البرنامج شنو اليوم؟ عندنا مجموعة من الملفات، وش تحب حضرتك تشارك بأي موضوع؟ يعني قبل شوي عرضنا ملف المعتقلين، وقبل عرضنا ملف النازحين من جرف الصخر اللي بعدهم بالمخيمات، اللي بما أنه سألتني خليني أكمل لك، اللي يعانون من الظروف الجوية الصعبة، لا يوجد دعم حكومي. برأيك أنت أول شيء براحتك اختار الملف اللي تريد تعلق عليه ونطينا رأيك. أعلق على المعتقلين أستاذ العزيز. تفضل. يعني المعتقلين هسه عندنا معتقلين احنا بصلاح الدين، خلينا نقول بقضاء الدور. نعم. تقريبا 300 معتقل. من هاي من انشاء منشأتهم جهة، ماكو جهة رسمية، ويقول لك أنا جهة رسمية، أنا تابع كذا كذا. نعم. وراحوا وما حد ينذلهم. يعني عوائلهم كلهم ذنبهم. نعم. يعني تروح على القاضي، القاضي ماكو هو نفس القاضي من تحكي له شنو داعش؟ تجي جهة مسؤولة. سيارات ما دولوا عليها علم عراقي يقول لك داعش، يعني حتى القاضي ما عنده صحيح، حتى القاضي ما عنده مصداقية. إذا كان إذا كان القضاء بالعراق غير نزيه مثل ما حضرتك تتفضل، مثل ما هواي ناس غير نزيه، هواي ناس فاشد. هواي ناس يقولون هذا الكلام ويأكدوه، وطبعا تأكيدات دولية على هذا الكلام، شلون لعد تعترف الحكومة
بالأحكام الصادرة ويصادق رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام اللي تصدر من هذا القضاء إذا كان هو فاسد وغير نزيه؟ يعني هو رئيس الجمهورية من يوقع على 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 إعدام، يعني يعتمد على مخبر سري، المخبر السري هو كاذب. نعم كاذب، كم واحد راح من وراء سبب المخبر السري؟ نعم يعني هو نفسه اللي يحكم عليه، هو الحاكم كاذب ومعتمد على كاذب. شلون؟ يعني انت من تجي تضيف تحت المحتقرين، انا اقول لك لا داعش ولا انتصار بداعش ولا انتصار بجهه. رجل فلاح قاعد بجلامه ومن ذبت الطيارات منشورات يقول لك اخلوا المكانات القريبه عن داعش، اخاف الطيارات تضربكم. يعني هو طلع للمزرعه مالته، شالوا من المزرعه مالته حسبوا داعش، شلون هاي؟ نعم. يعني ابو بكر الامريكان اللي اعتقلوه ياخذون بوكه ورا ثلاث ايام او ثاني يوم او اربع ايام يتابع لها يقول لهم اني بوكه. يعني وتأشر حتى الصليب الأحمر، يعني هذول وين تأشروا؟ تمام، أشكرك يا أبو عبد الله من محافظة صلاح الدين، وصلت الفكرة. ويانا السيد أبو السمية من الأنبار، تفضل يا أبو السمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، عن نفاة المحتقلين في العراق، هذه قصة سوف لن تنتهي. ما دامت هذه الحكومة الفاسدة، إن القوانين التي سنتها هذه الحكومة والتي شرعتها ليس فيها أي حماية للمعتقلين. نعم. بما وقد سجن بسبب وشاية المخبر السري التي لا زالت مستمرة لحد هذه اللحظة، وكم من مظلوم قد ظلم بسببها، إضافة إلى التعذيب. لا توجد قوانين تحمي كريم المعتقل الذي نحن نتبرع منه ونقول هو يستحق العقوبات، لكن نتكلم عن المعتقلين الذين تؤخذ الاعترافات من عندهم تحت التعذيب. هذا من الذي يدافع عنه؟ لا يوجد محامٍ لكي يدافع عنه، والدفاع عنه يكون بعد ضخ الأموال. أصبح معروفا عند المجتمع العراقي أن خصوصا في بغداد فإنه يضخ كثيرا من الأموال لكي يخرج من السجن. أبو سمية، أما الذي تتوقع برأيك هل توجد عدالة في العراق؟ عدالته قد ماتت، وصلينا عليها صلاة الجنازة وكبرنا عليها أربع تكبيرات وانتهت العدالة. العدالة مفقودة في العراق. لا ذولا اللي يحكمون العراق اليوم، اللي يصفون القضاء في العراق بالشامخ بالعادل بالمستقل، انه احنا اذا عندنا مشكله اليوم نلجا الى القضاء الذي سيحسم بعداله في القضايا، ذولا اللي يحكمون هذه الاحزاب استندت على اي شيء بالتحديد حتى تصف القضاء في العراق بانه نزيه مستقل عادل؟ اخي الكريم، عندما يسمون هذا القضاء بالقضاء الشامخ أو العادل أو المستقل، لماذا؟ لأن هذا القضاء يعمل من جانبهم. أنصف مظلوما من المواطنين العراقيين أمام سياسيين كبير من المستحيل. لا نعلم يوما وما سمعنا أن القضاء قد حاكم مسؤولا أو سياسيا كبيرا لأنه قد ظلم مواطنا بسيطا، هذا من المستحيل. أما أن تقول لي أن عداء أن قضاءك شامخ وعادل فها ولا أدري تضحكون على الله أم على عبد الله. أخي الكريم، هناك قانون في أمريكا يسمى قانون الأليباي. الأليباي هو إثبات وجود المتهم في غير مكان الجريمة عند وقوعها. في أحد المرات في إحدى حالات الاتهام، حدثت، اعتقلوا رجلا بتهمة إرهاب، وعندما اعتقلوه أخبرهم أنه كان في ساعة وقوع الجريمة قد صلى المغرب في الجامع الفلاني بشهود فلان وفلان. طيب. ما شهادة، وعذبوه وخلعوا يديه حتى ضخ الكثير من الأموال لكي يخرج من السجن. أما قانوننا يا أخي الكريم، أختمها، قانوننا قانون همجي وقانون ميليشياوي لا حكومتي في المنطقة الخضراء. شكرا يا أبو سمية.
أبو سمية ذكر الميليشيات مشاهدينا الكرام. طبعا الميليشيات في العراق هي تأتي كذراع مسلح لكثير من الأحزاب الموجودة في العملية السياسية، تدعي أمام وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي شيء، وتفعل على أرض الواقع وتطبق سياسات مختلفة تماما. نأتي على سبيل المثال لمدعي الحكومة الوطنية مقتدى الصدر، يقول حكومة أغلبية وطنية عادلة فيها إمكانية التعبير عن الرأي ولكل عراقي الحق فيما يريد، هكذا يقول ويحمل هذه الشعارات. لكن عندما ينتقد نرى بأن ميليشياته تذهب لتبطش بمن عبر عن رأيه بكل صراحة. الميليشيات في العراق تواصل ممارسة سياسة تكميم الأفواه وتعذيب كل من ينتقد رموزها أو زعامتها. عرضنا مرارا ما جرى لشباب وناشطين عندما انتقدوا مقتدى الصدر، تعرضوا لاعتداء وتنكيل. آخر هذه الممارسات ما سنشاهده الآن في هذا المقطع، حيث يعرض لشاب تعرض للضرب بالهراوات وقد بدت على ظهره آثار تعذيب واضحة للعيان، والسبب أنه انتقد مقتدى الصدر. لنشاهد. السلام عليكم عم، الله أكبر، الناشد مصطفى الكاظمي، الناشد سيد مقتدي، إحنا الشباب، الله أكبر. هيك يسوون فيه هذا الشاب، يقولون جماعة سيد مقتدي غارم على سيد مقتدي، عم سيد مقتدي خليك على راسنا، مصطفى الكاظمي شوف هسه إحنا الشباب هيك يصير فينا، الله أكبر الله أكبر. بعد ما نطلع من عباس، بعد ما نطلع حتى شغل بعد ما نشتغل هيك يسوون فينا، الله أكبر. عينوا على شوف، يلا شوف يلا سيد مقتدى، شوف هيك الشباب يسوون فيه، يقول احنا جماعه سيد مقتدى، عم كلنا نحب سيد مقتدى بالعباس، كلنا نموت عليه هيك. يلا ترضون هالثوم شعب العراق، ترضون الشيعة، عم الشعب بالعباس، عم الله اكبر. بالحسين راح تصير يهود، بالعباس راح تصير يهود، الله اكبر علينا. شوف يلا هاي الشباب هيك يسوون فيها، ليش ليش؟ الله يرضى سيد مقتدى عند حاجيك بشيبة أبوك، بشيبة محمد الصدر، هيك يسوون بينا. مصطفى الكاظمي، مصطفى الكاظمي احنا شباب، هيك يسوون بينا. شوف يلا ترضاها، ترضاها انت، ترضاها، ترضاها بشرفك، اذا عندك شرف، اذا عندك بشيبة محمد الصدر، هيك يسوون بينا. لنتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام في موقع فيسبوك. أبو محمد يقول جريمة كبرى ويجب على القضاء اتخاذ الإجراء اللازم. صادق يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فويل للظالمين. لدينا تعليق من عباس يقول عصابات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر تعليق لدينا من الباشق يقول إذا ما عجبكم واحد بالحشد قتل ثلاثة من رفاقة رمي بالرصاص بحجة أنهم انتقدوا سيد مقتدى. يعني إذا ما عجبكم واحد بالحشد قتل ثلاثة، يروي قصة الباشق. مشاهدينا الكرام، هذه هي السياسة التي تستخدمها الميليشيات في العراق، بهذه الطريقة بهذا الأسلوب القمعي لكل من يعبر عن رأيه، لكل من ينتقد سياسات أشخاص أحزاب ترى بأنها خط أحمر لا يجب أن يتم التعدي عليه. طالما هناك خطوط حمر في العراق لن يتم إصلاح الوضع باعتراف العراقيين، لأنهم عندما ينتقدون ويعبرون عن رأيهم تكون هذه هي النتيجة. نستقبل أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يقول عظم الله أجركم على القضاء العراقي. إن القضاء العراقي توفى من سنة 2003 فيا قضاء، أي قضاء، أي عدالة، أي حكومة، أحنا تحت أحزاب. نعم أستاذ محمد. ولا سووا فلان شغله وفلان شغله، مو بيده، كل شيء ما بيده. الحكومة نفسها ما قادرة تسوي شيء يا أستاذ محمد. الحكومة نفسها تحت سيطرة الأحزاب. يا أستاذ محمد، هذا العراق شايفين إن شاء الله ينهض.
برجال اللي ولاهم للعرب. فأما مطار كبير استاذ محمد ما يبقى هيك. أبو عراق إذا 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 القضاء فاسد والحكومة عاجزة ومسيطرة عليها الأحزاب والقمع أمام عيون الجميع وما حد يتدخل، يعني اليوم منو يتجرأ هسه من هذه الأحزاب ومن القضاة ومن المحاكم أنه هو أو من المحامين أنه هو يرفع قضية على مقتدى الصدر يقاضي على هاي على هذا الانتهاك اللي ارتكبوه أتباعه؟ إذا الوضع بهذا السوء شنو الحل بالنسبة للعراقيين؟ استاذ محمد اذا سمحت لي أي. اذا سمحت لي هسه كلكم اللي بيد حكومه بيد اكو شعوب قبلنا صارت مصر وغيرها هي غيرت نعم العراقي صارت عنده صحوه، الشعب العراقي صار عنده وعي بمثقف في ناس يديرون البلد استاذ يعولون السيد مانا ويوم مدروين وهذا بالعراق بي 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 ناس أبكياء يديرون البلد يا أستاذ محمد. أهل يديرون بلد هو هم كانوا حزالة خارج العراق كانوا طيب هم جايين أدب وتدبير العراق. أبو عراق أنا أشكرك شكرا جزيلا، وهناك طبعا مشكلة بالاتصال ويا حضرتك لكن وصلت الفكرة العامة. شكرا لك للمشاركة ويانا. السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا كل اللي جاي يحل بالعراق من 2003 ولحد الآن هو بسبب الأحزاب الإسلامية، حزب الدعوة ومجلس الأعلى بسببهم، حتى الأتربة هاي اللي هي ربانية وجند من جنود الله هي بسببهم. ليش؟ لأن شوف هاي المياه اللي انقطعت من إيران، وقفت الأحزاب وحج فلان وهذه العامل وعمار الحكيم مقتدى الصدر المالكي الثاني، كل المراجع والعمائم ورجال الدين ورجال السياسة السنة والأكراد والشيعة بدون استثناء وقفهم صامتين أمام قطع المياه والروافد على نهر دجلة والفرات من إيران. فهذا الكارثة هي سببها قلة المياه وقلة التشجير وقلة ملء السدود، يعني وكأنه هاي الأحزاب جاية لتدمير العراق، وبالفعل نجحهم في تدمير العراق وتمزيقه، البنية التحتية بالكامل دمروها. يعني هسه لو عندنا تشجير ببغداد ولو عندنا بحيرات ومنسوب المياه شوية عالي والاحتياط عالي يعني كان الأمور غير أخف. يعني حتى الزراعة عندنا فشلت بسببهم هم. يعني هسه المخيمات الناس النازحين بالمخيمات شلون عايشين بهاي الأتربة؟ الناس بالبيوت ببغداد وبالمحافظات عايشة ببيوتها وسادة الشبابيك والبوب والأتربة تطب إلى جوا. أنا أريد أسألك سؤال بخصوص النازحين. المقطع اللي عرضناه قبل شوية كان عن النازحين من جرف الصخر اللي متواجدين حاليا في مخيمات عامرية الفلوجة. هؤلاء النازحين وعدوا من قبل السياسيين اللي يمثلون هذه أو يدعون تمثيل هذه المحافظات ويقولون أنهم يمثلون هذه الشريحة المظلومة من المهجرين، وعدوا من قبل هؤلاء السياسيين بأن يتم إعادتهم إلى مناطقهم وتحديدا أهالي جرف الصخر، أنه طلعوا على وسائل الإعلام والابتسامة اللي تملأ الوجوه وسنصلي جماعة في جرف الصخر والكاميرات وما أعرف منه. طيب ذولا صار لهم 9 سنوات كما يقولون مهجرين ما يقدرون يرجعون إلى مناطقهم بسبب تواجد ميليشيا حزب الله في منطقتهم، السياسيين اللي وعدوهم قبل الانتخابات وينهم؟ طبعا هسه أخذ مكاسبهم من المقاعد ومحمد الحلبوسي والخنجر وغيرهم اللي وعدهم بهذا الشيء، وعدهم أهالي المنطقة بالعودة إلى ديارهم. لكن إحنا كعراقيين والإعلام كلهم يعرفون أن جرف الصخر أصبحت قاعدة لحزب الله، مخازن أسلحة وقاعدة وحتى بها زراعة الحشيش المخدرات، فشون يقدر يرجعوهم؟ لكن هاي مرحلة صعد عليها الحلبوسي وأمثال الحلبوسي على أكتاف الناس وعلى جراحات الناس في سبيل رجعهم. جرف الصخر موضوعها مو بيد لأي سياسي عراقي سني،
يعني موضوعها بيد حزب الله وبيد ايران والحرس الثوري. يعني يعني اذا هم اذا هم اذا هم مو قدها ليش يحجون؟ بالتاكيد مو قدها، لكن هي مرحله الانتخابات لازم يسوقون هذا الاعلام مالتهم انهم راح يرجعون جرف الصخر في سبيل ياخذون اصوات او مكاسب بالاصوات او عندهم غايه للصعود على اكتاف الناس او مقاعد اضافيه تصير لهم، يواعدون بجرف الصخر. لكن احنا نعرف ان جرف الصخر موضوعها مرتبط بحزب الله اللبناني ومرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وأصبحت قاعدة إيرانية. لا وزير الدفاع السني ولا محمد الحلبوسي من علمهم محمدنا يقدر يدخلون بمواكبهم إلى موكب السيارات إلى جرف الصخر ويصورون يشوفون المعسكرات والبيوت اللي أخذوها ومقرات حزب الميليشيات وغيرها. ما حد يقدر يدخل، لا وزير دفاع ولا وزير داخلية ولا القضاء ولا أي شخص يقدر يدخل إلى جرف الصخر. نعم شكرا صباح، وصلت الفكرة. أشكرك ويانا محمد من الناصرية. تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ محمد. حياك الله يا محمد، كل الهلا. قناة الرافدين الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. تفضل يا محمد. الله يخليك أستاذ محمد. والله مش كله يعني مش الله أكل موت الحل هذا محمد. السبب الرئيسي، السبب الرئيسي الأمريكان جابوا إيران. نعم جابوا إيران، استخدموا الزيود ويزيدوا منه عمار الحكيم ومقتدى الصدر قيس الخزعلي فعدوات، فما أشوف يعني أكل حل يعني بالموضوع. والله ماكو حل برأيك؟ لا والله ما في حل، ما دام هذه تحكم تحكم بالعراق يعني يعني حيظل المواطن العراقي عايش بهذا الظلم وبهاي المأساة، يظل بهاي الطريقة؟ يبقى الوضع أنا أقول يبقى مليارات السنين يعني ما أشوف لا سنة ولا. طيب ليش ليش ما تقول ليش ما تقول إنه الحل بيد الشعب؟ الحل بيد الشعب أستاذ محمد في أكيد، بس الشعب إذا نايم والشعب شو هو أساسه يعني شو كله نصوي مختبئ. قد يعني شوف محمد باوع، هذا المعيار أو المقياس اللي حضرتك ده تتفضل به وين تشوفه؟ تشوفه بالانتخابات لما تجي تقول بأنه ذولا عندهم شعبية، تنعكس هاي الشعبية في الانتخابات. عادة في أي دولة، دولة في العالم الأحزاب القوية صاحبة القاعدة الجماهيرية يكون أتباعها أو مناصريها أو مؤيديها يروحون ينتخبون. هذه الانتخابات الأخيرة باعتراف السياسيين ما شارك بها 15% من اللي يحق لهم التصويت. يعني كل هاي الجعجعة والدعايات اللي يسووها نفسهم ما عندهم قاعدة جماهيرية. عمار الحكيم حصل مقعد واحد وجوز حتى بالتزوير وغيره وغيره من هاي الأحزاب الموجودة اللي تدعي بأنها صاحبة جماهيرية وهم ما حد راح صوت لهم. هنا نقول بأن الشارع العراقي يرفض هذه الأحزاب وذولا ما عندهم قاعدة جماهيرية، قد يشترون البعض وقد يضغطون على البعض بالتهديد لكن ما يقدرون يشترون المجتمع العراقي. تفضل. نعم استاذ محمد، المشكلة بالشعب شيء اكيد، بس الشعب يعني اكثريه الشعب يعني صار اخو من الناصرية. اي صار من الناصرية ولو في العالم مش بها مامية، بس صار يعني الشعب كله يعني انقسم الى احزاب، قسيم يا عمار الحكيم، قسيم يا مقتدى، قسيم يا قيس الخزعلي، وما انسى لولا رئاسات الثلاث ومن مقتدى الصدر وعمار الحكيم وقيس الخزعلي، وما هذول منظمة إرهابية. والله العظيم يعرفوا كل العراقيين. نعم. كل العراقيين. شكرا محمد من الناصرية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. قد تكون لهذه الأحزاب أتباع، قد تكون لها قاعدة جماهيرية معينة. لكن هذه القاعدة أثبتت أنها ضعيفة هشة والأعداد قليلة. يعني قبل الانتخابات الجميع شاهد كيف حاول مثلا مثال كيف حاول عمار الحكيم شراء الأصوات بتوزيع علبة في اللين فيها فخذ دجاجة وشوية رز، حاول شراء ذمم وشراء أصوات بهذه الطريقة. وعرضنا المقاطع أنه كان يوزع 50,000 دينار عراقي لكل واحد يذهب لحضور مهرجان الانتخابي الترويجي، وشفنا أصحاب التكاتك شلون دي يروحون، اللي ما عنده واللي دي يضحك على هؤلاء يأخذ منهم هذه الفلوس ويضحك عليهم، وأكبر دليل أنهم ما حصلوا شيء في الانتخابات. دعونا
نتابع بعضا من الملفات الأخرى التي لدينا. ننتقل إلى موضوع الخريجين المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار، حيث اعتقلت القوات الحكومية عددا من هؤلاء الخريجين قرب مصفى ذي قار النفطي خلال تنظيمهم تظاهرة مطالبة بتعيينهم بعد تجاهل الحكومة لأصواتهم المطالبة بالتعيين منذ سنوات. غالبية الخريجين هم من معاهد النفط التي كفل القانون تعيينهم مركزيا، لكن الحكومة ووزارة النفط تتذرع بعدم وجود تخصيصات مالية لاستيعاب الخريجين في ظل عدم إقرار الموازنة بالرغم من موافقة وزارة المالية على استيعابهم. دعونا نشاهد. طبعا مشاهدينا، كان هناك تداول لوسم الاستثناء حق معاهد النفط كما هو ظاهر أمام حضراتكم. دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم في موقع تويتر. أحمد جلال يقول: بعد اعتراف وزارة المالية ودائرة الموازنة بإمكانية تعيين خريجي معاهد النفط دون الرجوع إلى الموازنة، كون الشركات النفطية شركات ذات تمويل ذاتي، لم يتبقى لكم إلا إعطائنا حقنا وإصدار أمر التعيين للدفعتين 2020-21 و19-20 الاستثناء حق معاهد النفط. تغريدة من مصطفى يقول: كل الموافقات التي طلبها الوزير حصلنا عليها، وبعد مصر على السكوت والتغاضي عن حقوق خريجي معاهد النفط، هل هكذا يجازى أصحاب المعدلات العالية والطلبة المتميزون في بلد يعيش على مورد واحد فقط وهو النفط؟ محمد يقول: موافقة من وزير المالية حصلنا، موافقة من مجلس الخدمة حصلنا، بعد منين نجيب موافقة حتى حضرتك توافق؟ ومحمد أيضا لدينا في تغريدة، إذن هذه هي التغريدات التي تم تداولها، طبعا جزء من التغريدات. ويانا أبو محمد من السليمانية، تفضل يا أبو محمد. السيد أبو محمد من السليمانية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك والأستاذ المشاهدين والقناة الرافدين المحترمة. حياك الله، أهلا وسهلا. أنا أبو محمد، ساكن في السليمانية، نازل من جرف الصخر. نعم تفضل. احنا نعاني بالمخيمات، صار لنا 8 سنوات هنا السليماني. نعم. وهاي الاتربه والاجواء المغبره صارت عندنا حالات اختناق. نعم. ولا اسعافات لا شيء. نتمنى توصلون صوتنا يعني للشرفاء، والله مو شرفاء ما اريد، ما بيفايده يوصلون الصوت. هو السؤال هنا يعني، هو السؤال هنا منو من الموجودين يعني بالحكومه اليوم اللي عنده القدرة على مساعدتكم برأيك؟ والله ما أعتقد أن أحد عنده قدرة على مساعدتنا، حتى اللي عنده قدرة على مساعدتنا هو عديم الضمير يعني. عديم الضمير وعديم المسؤولية، وما يعني يطول وقوفهم أمام الله سبحانه وتعالى. لعد ليش دقوا على صدرهم قبل الانتخابات وقالوا حنرجعكم؟ احنا نعرف هذا الحكي، ولا تنطلع علينا هاي السوالف مالتهم، وندري بهم ما صعدوا بأصوات الفقراء، لا والله صعدوا المشاركة. نعم. الشعب العراقي ما طلع صوت، كل الشعب العراقي هو مستام العملية السياسية الفاشلة. أبو محمد، تتوقع برأيك أنه ملف جرف الصخر صار ملف موجود حتى تصير عليه تجارة أو تصير به تجارة بين الأحزاب؟ أنا ما أعتقد، يعني نقول المكون السني اللي هو متبني هذا الموضوع ما متبنيه بجدية. مجرد بالشكليات لاستمالة أصوات النازحين. نعم. وأصوات المتعاطفين مع النازحين. ثانيا عندي شكوى ضد الوقف السني محترم. تفضل. المقدس. أي. الوقف السني
خصصوا كل عائلة 400 دينار عائلة نازي أحمد جرف الصخر. كل عائلة شقد؟ شقد؟ هم خصصوا بالموازنة وصلتنا المعلومات 4 ملايين دينار. لكل عائلة؟ لكل عائلة. أنطوا جماعة كرفوك 100 عائلة. بس بالأربيل أنطوا 150 عائلة. بالمسيب أنطوا أكثر من 500 عائلة. بقة السليمانية ما أنطوا مليون ونص فقط. ويدون 500 رشوة أو 250 حتى يثبتون اسمه بالقوائم. 250 ألف إلى 500 ألف رشوة حتى يثبتون اسمه بالقوائم. نعم أنا من الناس خابرت قالوا جيب 250 أكو ناس تاخذ 500 أكو ناس تاخذ 250. أنا خابرت الجماعة السليمانية وزع مرة واحدة الموظفين الوقف السن فقط. أي. قالوا انطينا 250 ونسجل اسمك ويا القوائم. سلموا المبالغ الأربع ملايين كاملة لأصحابها؟ لا ما هم ما وزعوا بس مليون ونص. أنطوا مليون ونص؟ أعلى رقم أنطوا مليون وخمسمائة ألف دينار. ودائما هذا الرقم منقوص يعني ينطيك اياه بالظرف مليون وربع دائما يطلع لأن أنت منسق أمورك يلا تحصل هذا المبلغ. يعني أنت الدولة أقرت لك أربع ملايين دينار للعائلة. نعم. تدفع 250 ألف إلى 500 ألف رشوة للوقف السني. نعم. حتى ينطوك صحيح. مليون وربع من صحيح. الأربع ملايين يعني بايقيك. نعم. بايقيك بحسب هذا الكلام أنت مبيوق مرتين. نعم تنباق مرة بنقص المبلغ وتنباق مرة أثناء الاستلام. نعم هذا صحيح وأنا تواموني على 250 ما أنطيت فما طلع اسمي. نعم حضرتك طبعا يعني هذا الكلام سيد ابو محمد هذا الكلام انت تتحمل نعم. مسؤوليته هذا الكلام اتحمل مسؤوليته نعم انه اقصد انه هذا الشهاده منك يعني هي تخرج منك نعم. انت اللي تبنيت هذا الطرح لا انت بامكانك تخابر يعني وجهاء اكو تاكيدات وشهود على هذا الكلام بامكانك تخابر استتماع الجنابي اللي نعم. مرشحه من شمال الباب واللي فازت بأصواتنا أي. وتستفسر معدك كم عائلة بعد ما مستلمة المليون ونص تمام النازحين في محافظة السليمانية ما استلموا من عندهم بل جماعة الوقف السني وستين اسم ويام فقط نعم وإحنا عوالي بالآلاف صرنا بالسليمانية صرنا 8 سنوات الله يكون بعونكم الله يوفقكم إن شاء الله الله يسلمك يا أبو محمد أنا أشكر حضرتك شكرا أي. جزيلا أتمنى صوتك وصوت كل حقيقة منهم من جرف الصخر من أصحاب المعاناة اللي يواجهون مشاكل بالعودة إلى مناطقهم اللي تم المتاجرة بقضيتهم من طرف من يحسبون أنفسهم على هذه المحافظات وعلى هذا المكون المحسوبين على الذين يقولون بأنهم أو يسمون بالسياسي السنة يعني أتمنى هذا الصوت يصل لمن يهمه الأمر مثل ما أنت قلت في كلامك للشريف أنه يا جماعة ترى إحنا دننباق الدولة المبلغ اللي خصصت لنا اللي هو لا شيء 4 ملايين شو تريد تسوي العائلة تهجرت وضاع مستقبل أبنائها شو ممكن تسوي لكن حتى هذا المبلغ تم سرقته من قبل الوقف السني كما يقول أبو محمد من السليمانية الوقف السني المفروض هو جهة دينية سرق أموال النازحين وأثناء عملية التسليم أيضا يقوم بسرقة مبلغ آخر يعني السرقة على دفعتين بحسب أحد النازحين من منطقة جرف الصخر ويانا أم علي من بغداد تفضل يا أم علي السلام عليكم أستاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد نعم. الانتخابات من 10/10 الحكومة ما شكلت زين الحكومة ما شكلت موازنة لحد الآن ما انقرت أستاذ يعني تدري شنو موازنة ما انقرت يعني كل واحد يقرف من الصفحة إذا تبغى بدون موازنة يعني كل حزب كل جهة تقرف من الصفحة زين هاي من ناحية من ناحية أخرى الانتخابات 85% من الشعب العراقي ما شارك بالانتخابات احنا نعم الصدر شلون فاز؟ الصدر فاز اتفق ويا ابن عمه هذاك
يعني راح دق صدر للامريكان والانجليز، قال لهم يا بقاني ساعدوني وراح اخذيكم الميليشيات بالوقت اللي ساءت العلاقه ما بين ايران وما بين امريكا. فدق لهم الحقيقه، فمن ساعد ما دبر ما يوم انه يعلن انه مده 30 يوم بقول لك اكو هيك معارضه لمده 30 يوم. انا سامعه معارضه دول العالم، من واحد يدخل معارضه يدخل نهائي، يا بدي دخلت معارضه، اكو معارضه لمده 30 يوم. يعني لا هو 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 طرح، هو طرح يعني يعني انا بس اريد افهم هاي الجزئيه مال اعطاء المواعيد الزمنيه. قبل كان بزمن المالكي انطى للمالكي مهله 100 يوم، والمالكي هم انطى للناس مهله 100 يوم على اساس انه واحد منهم يعالج المشكله، وما حد عالج، ووعودهم بعد انتهاء ال 100 يوم ما حد عرف ايش سووا وشنو الخطوات اللي اتخذوها. بعدهم شركاء بالعمليه السياسيه، بعدهم حلفاء، يصرحون امام وسائل الاعلام انهم اعداء، لكن الواقع يقول هم اقوى الحلفاء حتى. طيب برايك ام علي باختصار لو سمحتي، هل ممكن ان تشكل حكومه وطنيه فعلا في ظل وجود هذه الاحزاب كلها؟ شلون تتشكل حكومه؟ اللي يروحون يحاسون ايران، قطعت علينا المي، قطعت المي علينا كلنا، الروافد للصب العراق قطعتها، ايران لها دور كبير، بخلي فيك واحد منهم يقدر يحرك ساكن ويحاكي ايران يقولوا لها ليش قطعتي علينا المي؟ طيب انا اشكرك ام علي، اشكرك، نعم اشكرك، شكرا جزيلا للمشاركه، الوقت ضيق للغايه. خلينا ننتقل الى فقره التغريدات مشاهدينا الكرام. لدينا المطالبات طبعا من الخريجين، وسم الخريج يطالب بإقرار الموازنة. حقيقة هو وسم تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الخريجين تفاعلوا مع هذا الوسم. دعونا نقرأ لحضراتكم بعضا من التغريدات التي وردت بشأنه. رسل تقول: الخريج يطالب بإقرار الموازنة، لا خير في حكومات لا تنصف خريجها، لا خير في حكومات تسرق حقوق الخريج، لا خير في ساسة تدمر أحلام مثقفيها وخريجيها، لا خير في مسؤولين يظلمون الخريجين ويهمشونهم، لا خير في بلاد دون تعليم، لا خير في بلاد تظلم مربي أجيالها. في تغريدة من صابرين تقول: العقد مطلبنا، الجميع ينتظر إقرار الموازنة، كفى تهميشا لحقوقنا، أنتم منشغلون في صراعاتكم السياسية، والشعب العراقي والخريج بالأخص يهمش ويفترش الشوارع منذ السنة دون حلول تذكر. في تغريدة من علي يقول: الخريجين من الكليات التربوية والساندة آمالهم معلقة على إقرار الموازنة، طالبين من الحكومة أن يكون لهم نصيب فيها من التعيينات، نظرا لما واجهوه من التهميش والتسويف وعدم الاستجابة لمطالبهم خلال سنة كاملة من المظاهرات والمناشدات المستمرة لجميع الجهات. زهراء تقول: الخريج طالب بإقرار الموازنة، لا تنتهي تظاهراتنا ونحن نرى حقوقنا مسلوبة أمام أعيننا، سننال العقد. مشاهدينا، لننتقل الآن مع حضراتكم إلى القصص المنوعة في هذه الفقرة. لدينا مجموعة من المواضيع المختلفة، دعونا نتابع أول قصة. Thank you.
لننتقل الآن مشاهدينا إلى قصة أخرى، الروبوت المغناطيسي. سؤال يطرح الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، هل يمكنكم السماح لكرة الوحل بالدخول إلى جسمك؟ دعونا نشاهد ما قصة كرة الوحل هذه. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة ونلقاكم بإذن الله.